شي ديال الدراري صغار ماشي ديال المستوى ديال المرشح. دابا الله يرحم باك واش دابا انا غادي نبان نجاوب حكيم مراكشي على هاد ويرفع شويه المستوى بركه نقول له من عندي بركه يرفع شويه المستوى لان راه كنتكلموا على مقاولات كنتكلموا على مستقبل ديال المقاولات وكنتكلموا على مستقبل ديال البلاد وكنتكلموا على مؤسسه الى اخره وإلا كان شنية الله يرحم باك دابا غيقول لي شنية المصداقية اللي عنده باش يصدر أحكام من هذا النوع كيمثل شكون هو شنو دار زعما كيفاش يعطي نفسه صلاحية باش يقدم أحكام من هذا النوع. إذا بلغ له من عندي بلغ له الأخ من عندي وقول له قال لك رفع المستوى الا بغيت لان لا سوجيم ما كتستحقش هذا الشيء ولان المقاوله لا تستحق هذا. اذا شكرا. انا طالبت بمناظره طلبت منه لثلاث مرات وهو يرفض. ايماجين الله يرحم باك دابا كنا انا وياه هذا انا والسي فيصل وهو واسيا حدا ان بارتير بحال هذا يكونوا حاضرين مقاولات يكون حاضرين الراي العام يكون حاضر الصحافه الى اخره ويكون حوار مفتوح حول البرامج حول التطلعات كل واحد يقدم المقترحات ديالو ونخليو الناس يحكموا بكل واحد على ما نفهمتش انا علاش هاد الفرصة هادي اللي تحت الكونفدرالية العامة لمقاولة المغرب انهم يكونوا جوج ديال المرشحين ما نمشيوش حتى الاخر يعني الى النهاية ونكبروا شوية بالمقاولة والمستوى ونهبطوا ونجيو ونتناقشوا ونخليو الناس يحكموا الرأي العام يحكم المقاولة تحكم وكل واحد راه كيقدم يعني القناعة ديالو كيقدم سميتو. سي دوماج بكل صراحة سي دوماج إلا كان هو ولد المقاولة رانا تانا ولد المقاولة ورجل اقتصاد ورجل دولة ورجل سياسة وعندي تجربة دولة عالمية وعندي هادي ولكن الانسان ورياضي دائما انا نقول لك الانسان ما يمشيش لهاد الحوايج هادو لان النقاش ماشي ديال انا هو يعني دزتي من المقاولة بحال اللي دازوا آلاف من المقاولة وكنا دزنا من المقاولة وبدينا بالمقاولة والظروف عطاتنا انه نمشيو لمجالات اخرى اللي غنينا فيها التجربه ديالنا. النجاح ديال المقاوله اللي جعلك والنجاح ديالي في المقاوله وفي سميتو هي اللي سمحت لي باش نمشي كمسؤول حكومي ثم سياسي الى اخره. واليوم شكون هذا اللي غادي يرفض انه رجع لعالم المقاوله وبغيت في عالم المقاوله نساهم في العمل الجمعوي زعما باسم ماذا يقرر أنا مزوار ما عندوش الحق ينافسو بحكم أي شيء. شنو هو هذا المنطق اللي كيشتغل به يعني عفوا أنا في نظري احتراما ورا قلتها قبيلة احتراما المؤسسة واحتراما الأعضاء خصو يحبس من هذا الشيء.